أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الصحافة. اليوم بالتأكيد هناك الكثير من القضايا التي جاءت على لسان الصحف، ونبدأ مع حفل استقبال كبير لأعضاء مجلس الأمن الذين وصلوا إلى صنعاء اليوم وعقدوا جلسة مغلقة مع رئيس الجمهورية في دار الرئاسة. في أيضا فما الذي يمكن أن تسفر عنه زيارة المجلس في الدفع بمسار التسوية المتعثرة؟ أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني يؤكد أن دعم الخليج اليمن متوقف فقط على الحفاظ على الوحدة اليمنية. يأتي هذا والبيض ينصب نفسه رئيسا للجنوب عبر وثيقة وقع عليها عدد من أتباعه. في موضوع آخر، أمين عام مؤتمر الحوار أحمد بن مبارك يعلن أن هنالك 5 قوى سلمت قوائم ممثليها، من بينها ما يسمى بالمجلس الوطني لقوى الثورة برئاسة باسندوة. فهل يعني ذلك أن أحزاب المشترك الذين قاطعوا 2 من أمناء عمومها اجتماعات اللجنة الفنية ورفضوا تسليم قوائم ممثليهم لديهم حصص أخرى في المؤتمر عبر ما يسمى بالمجلس الوطني للقوى الثورية؟ بالتأكيد هناك الكثير من القضايا التي جاءت على لسان الصحف، ونبدأ بالقراءة لما تناولته الصحف لهذا اليوم. نبدأ مع صحيفة الشارع، حيث تداولت هذه الصحيفة العناوين التالية: تظاهرة دولية ضد التمرد لدعم الرئيس هادي، وفد دولي يصل إلى صنعاء برئيس مندوب بريطانيا الرئيس الحالي لمجلس الأمن، توقع صدور عدد من القرارات العسكرية ستتضمن تعيين علي محسن وأحمد علي في مواقع جديدة، وصول 200 جندي من قوات المارينز الأمريكي للمشاركة في تأمين حماية الوفد. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة الشارع. أما صحيفة اليمن اليوم فقد جاءت هي أيضا بالعناوين التالية: صحيفة اليمن اليوم، وفد مجلس الأمن في دار الرئاسة بحماية المارينز، رئيس المؤتمر وأمناءه يعودون أو يعودون أبو راس. وأيضا كانت هذه ونوان والأنسي قاطعاء الاجتماع، الزياني دعم الخليج مرهون بوحدة التراب اليمني، أمين عام مؤتمر الحوار 5 قوى فقط سلمت قوائم ممثليها، الإرياني قائمة المؤتمر وحلفائه جاهزة. أما بالنسبة لعناوين صحيفة الأولى فقد جاءت هذه الصحيفة بالعناوين التالية، حيث تداولت مصادر الأولى: الإصلاح يربط بين الاستمرار في التحضير للحوار وبين بقاء محسن في منصبه، الزياني يلتقي المؤتمر والمشترك ويشتكي من أداء جمال بن عمر. إذن كانت هذه هي صحيفة الأولى. أما صحيفة أخبار اليوم فجاءت بالعناوين التالية: الرئيس لا رفعة اليمن إلا بالوحدة، فالجنوب قاتل فالجنوب قاتل الجنوب والشمال قاتل الشمال حتى 22 مايو. اليوم الشارع اليمني يرقب اجتماع مجلس الأمن بصنعاء ويتطلع لانعكاسات تزيل كافة العقبات. أما صحيفة الثورة فقد جاءت هي أيضا بالعناوين التالية، حيث تداولت العناوين التالية: رئيس الوزراء يناقش التعاون المشترك لإنشاء صندوق الاستفادة من المانحين، رئيس الجمهورية الحوار الوطني جوهر التغيير وأساسه، ونتطلع إلى صناعة نموذج يمني للديمقراطية والعدالة بكل الأبعاد والمعاني. أما صحيفة الجمهورية فقد جاءت هي بالعناوين التالية: رئيس الجمهورية لا عزة لليمن إلا بالوحدة، ومجلس الأمن بصنعاء اللعب في اليمن خط أحمر. إذن مشاهدينا كانت هذه هي أبرز العناوين التي تداولتها الصحف لهذا اليوم. فقط فاصل قصير، بعده نعود معكم لمناقشة وقراءة لما وراء الخبر مع الزميل والكاتب الصحفي الأستاذ يحيى نشوان، ولكن عقب هذا الفاصل ابقوا معنا. شاي الكابوس طعم نجاح. Thank you.
أنا محمد الشيخ غالب بلهي من منطقة شفر. بعدين حصل عند والدي أصيل، ثم يعني في ليل ويوم من أول كان يبقى ولا منطقة يبقى الدكاكي يبقى الساوي يبقى خارج برا يخذ لنا أصير وياتي يبقى يتهرج كل يوم ما يمشي لمن هنا مني يا يعني داخل جالس. يتساءل أصيل، لماذا وكنت أزرع الأرض جريا لا أقوى اليوم على المسير؟ يحمل أصيل إلى مهده وتهزه في مهده الآلام. من أول أقول لك طعم أخواني كلهم هم الطعمش. الحملة الوطنية لإنقاذ أصيل آخر يتهدده الشلل. حصنوا أطفالكم. الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال من منزل إلى منزل. في جميع محافظات الجمهورية لجميع الأطفال دون سن 5 من العمر من 27 وحتى 29 من يناير 2013. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الصحافة اليوم. بالتأكيد بداية أستاذ يحيى نشوان، لو نتحدث عن أهمية الزيارة لأعضاء مجلس الأمن إلى اليمن في تحريك عملية التسوية المتعثرة، برأيك هل يمكن أن تقوم هذه الزيارة بتفعيل الأجواء ولمسار التسوية السياسية، وهل هنالك أهمية من قدوم مجلس الأمن لعقده في صنعاء؟ شكرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بلا شك أنه زيارة وفد الأمم المتحدة لليمن في الظروف الحالية تكتسب أهميتها من ناحية شراكة الأمم المتحدة في معالجة كثير من قضايا العالم واليمن منها. وأن تدرك أن الهدف السادس من أهداف ثورة 26 سبتمبر يؤكد على أنه اليمن تحترم مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات المجتمع الدولي وما إلى ذلك، وتلتزم بالحياد الإيجابي. واستقبال استضافة اليمن لهذا الوفد في الظرف الراهن هو نوع من عملية الربط ارتباط اليمن بالعالم وبالمواثيق الدولية واحترامها لقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصا وقد مجلس الأمن الدولي في قرار رقم 2014 و2051 جسد دعمهم لليمن ومحاولة إخراجه إلى بر الأمان من الأزمة التي عصفت به في الوقت الراهن. وهي ستكتسب أهميتها من حيث أنه مجلس الأمن الدولي يحبذ دعم اليمن من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية، وهو حريص على ذلك، إضافة إلى مناقشتهم لكثير من القضايا العالقة مثل مكافحة الإرهاب وخلاياه التي تفشت، والتي وخصوصا أن اليمن على ما يبدو صارت محطة تجارب لكثير من المظاهر السلبية التي طرأت على المنطقة وعلى اليمن بوجه خاص. وحتى لا تكون اليمن محطة تجارب، فنحن نؤكد ماليا أن مصير اليمن بيد اليمنيين أنفسهم، وهؤلاء هم عامل مساعد ليس أكثر، ولكن وفقا للنظام والقانون الدولي فنحن. هل هنالك توقعات يمكن الحديث بها عن ما يمكن أن يتخذه المجلس من عقوبات تجاه الأطراف التي تعيق مسار التسوية السياسية؟ بلا شك أنه الأمم المتحدة لها يد طويلة في هذا الشأن، خصوصا إذا كانت النوايا يصاحبها العمل. وفي هذا الإطار أنت تدرك أن السيد جمال بن عمر أثناء تدخله في الشأن اليمني أو توليه مسألة التسوية
لوح بعصا الأمم المتحدة، بمعنى من يتمرد أو يحاول التمرد أو الالتفاف على كل ما يجمع اليمنيين ولا يفرقهم ويخرج اليمن إلى بر الأمان، لا شك أن الأمم المتحدة سيكون لها نظر في هذا الشأن. طيب، هذا غير مستبعد. سمعنا أن اللواء المنشق أبدأ استعداده مجددا لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإعادة الهيكلة، هل هذا الموقف يأتي تحسبا من عقوبات محتملة من قبل المجلس الأمن مثلا؟ كل شيء جائز، لكن أنه المنشق اللواء محسن ركز اهتمامه على استجابته بالنسبة لهيكلة الجيش، لكن بقضية الأدوار الأخرى لم يتطرق إليها أحد. طيب، أكد رئيس الجمهورية أن الوحدة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأكد أمين عام أيضا مجلس التعاون الخليجي أن دعم الخليج اليمن مرهون بوحدة ترابه، يعني في حال أنه هنالك انفصال لن يكون هنالك أي دعم خليجي لهذا الموضوع. بلا شك، لكن ما مدى أهمية هذه التصريحات؟ هي التصريحات هو الكل بيصرح في هذا الشأن، لكن هي تصريحات إيجابية طالما أنها تعزز التلاحم اليمنيين فيما بينهم وتعزز الوحدة الوطنية، فهو جانب إيجابي. طيب، أيضا بالمناسبة قام البيض نصب نفسه رئيسا للجنوب عبر وثيقة بايعه عليها عدد من أنصاره، وقاموا بالتوقيع على هذه الوثيقة، ما تعليقك على ذلك؟ هو محاولة الالتفاف أو البحث في الماء الراكدة. هي نعم، هو يبدو أنهم وصلوا إلى طريق مسدود ويحاولون كالمتعلق بالقشة من الغرق، وهي محاولة لتغطية فراغ معين يعيشونه، محاولة لأنه إعادة اليمن إلى ما قبل 94 وإلى قبل عام 90، وهذا يعني من سابع المستحيلات، لأن اليمنيين برغم أن وجود المبادرة الخليجية وبرغم كل الأنشطة التي صاحبت المتغيرات والتحولات التي حصلت لليمن، إلا أن اليمنيين أثبتوا عن جدارة أنهم متمسكين بالأمن والاستقرار والوحدة. طيب، وليس هناك بالمناسبة أيضا تحدث، يعني هل ما يقوم به الآن البيض بتنصيب نفسه رئيس الجمهورية و توقيع عدد من حلفائه له في هذه الوثيقة، هل يمكن من خلال هذه الأمور التي يقوم بها أن يعيق مثلا مسألة الحوار الوطني المرتقب؟ ربما تكون مبيتة نوع من أن يكون مبيت نوع من هذه النوايا، ولكن مهما كان هو يحاول الحصول على مكاسب، لأنه كما قلت في حلقة سابقة أنه بالنسبة لهذه الأطراف التي لعبت أدوار سياسية معينة ثم خرجت خاسرة لأنه ثبت ضيق أفقها وضيق نظرتها للمستقبل والمصلحات الوطن بمجمله، فإننا نلمس أن هذه العناصر صارت ورقة حارقة، وأنت تلاحظ كما أشرت أنه عملية التوافق الصورة التي ظهرت للأخ علي نصر محمد مع علي شام البيض في بيروت. طيب، وما دون ذلك هذه كانت محاولة أنهم يظهروا للعالم أن هناك تنسيق وأنهم يتفقون وقت ما يشاءون، وهذا وارد، لكن اللي حصل كما قلت هؤلاء ورقة حارقة، وهو عبث في الماء الراكد ومحاولة لتحقيق مكاسب شخصية ليس أكثر. طيب، بالمناسبة ما دمنا قد تطرقنا إلى موضوع الحوار، أيضا أعلن ثابت رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبد الكريم الإرياني أن قائمة المؤتمر وحلفائه جاهزة وقد نشرت في صحيفة اليوم، كيف تقيم هذه القائمة المؤلفة من 112 عضوا؟ هو إنجاز، وهذا دليل على أن الأخوة في المؤتمر الشعبي العام ملتزمين بتحقيق النجاح، ويسعون إلى إنجاح مؤتمر الحوار، وأنهم السباقين دائما في كل أنشطتهم وفي كل ما يعزز نجاح العملية السياسية في اليمن والخروج باليمن إلى طوق النجاة. طيب، ما مدى يعني نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبد الكريم الإرياني تأكيده على أن قائمة المؤتمر، وأثبت على جدية المؤتمر الشعبي العام بالمشاركة من خلال إعداد هذه القائمة 112 عضوا،
بالمناسبة، ما الذي يمكن الحديث عنه حول الإعلان الذي قام به أحمد بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار أن هنالك 5 قوى سلمت قوام ممثليها في مؤتمر الحوار، من ضمنها قائمة ما يسمى بالمجلس الثوري أو المجلس القوى الثورية الذي طبعا يرأسه باسندوة. هل يمكن الحديث أو أن الاعتماد أن المشترك سيضمن له مقاعد من خلال هذا المجلس في المؤتمر الحوار؟ هو في طبعا نقول في حالة الشغب غالبا كل شيء جائز، ولكن رئيس باسندوة رئيس مجلس وزراء ما الذي سيحشره في هذه الظروف في شغلات كهذه؟ يعني يتوجب أن لا يحشروا الأخ رئيس الوزراء في هذا الشأن. من جانب آخر، لماذا 5؟ الخمسة لما تقول 5 قوى، هل هذه 5 القوى ممكن أن نسميها أنه مماثل ال5 دول دائمة العضوية في الأمم المتحدة؟ يعني يتوافق تشكيلها مع حضور وفد مجلس الأمن الدولي في اليمن. يعني هذه عملية التزامن من ناحية التوقيت، انتقاء 5 قوى. ولكن القوى هذه هل هي مراكز قوى حقيقية ممكن أن تؤثر في مسار النشاط السياسي للبلد؟ هذا هو السؤال الذي نبحث في أو نحاول الإجابة عنه. طيب، أيضا بالحديث حول في موضوع آخر ويمكن أن الحديث عنه، ما أهمية أن يكون مثلا مؤتمر الحوار خصوصا والإصلاح رفض تقديم قوائم مشاركيه بحجة أنه لدعم أو المنشق المقارع لمحسن في أجل بقائه قائد المنطقة الشمالية الغربية، ما تعلم؟ والله مثل ما قلت لك سابقا، الدكتور الإرياني والمؤتمر الشعبي العام جادين في تحقيق مسار الحوار الوطني، وبالنسبة للإسلام نوع محسن فهي كلها عملية تلاعب ومحاولة لتمرير الوقت. لا أدري ما الذي سيستفيدونه من وراء هذا. بلا شك أنه كل المساعي التي يقوم بها الإصلاح والجماعات المنشقة التي ترابط معه واللواء محسن، أنهم الآن أعتقد أنهم في ورطة أكثر مما هم في مأمن. في هذا الإطار يمكن القول أنه الإصلاح الآن يريدون أيضا كما تلاحظ أنهم يريدون عمل اتفاقات مع السلفيين ومع أخرى يحاولون جذبها إليهم، بمعنى أنه كل طرف يريد أن يحشد إلى صفه ما استطاع. لكن أيضا هناك تيارات أخرى ظهرت ضادة بشكل أكبر، وهذا يشير إلى أن الجماعة الإصلاح وغيرهم أنه حركة الحوثيين واتساع نطاقها بدأت تؤثر وتقلق حالهم في الوضع الذي هم عليه وتؤثر على نشاطهم، وهذا ما جعل ما أوجد أو زرع شيء من التخوف لديهم. طيب، هنا مقالة في صحيفة اليمن اليوم للكاتب الصحفي الجميل أحمد غراب، يقول فيها: بركاتك يا مجلس الأمن. يقول أحمد غراب: أنت ما بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي. شكرا يا بان كي مون، شكرا يا مجلس الأمن، بوجودكم في صنعاء رأينا النقاط العسكرية في كل الجولات والشوارع، وشهدت العاصمة حملة أمنية تاريخية لضبط ومنع الأسلحة كما لا يحدث من قبل، دون التفريق بين مسؤول أو نافذ أو شيخ أو تصريح أو استثناء. كنا نشاهد عسكري أو بالكثير 2 مناعسين في الجولة، لما حضرتهم شفنا جميع الأجهزة الأمنية كأسنان البشت في الشوارع. النجدة تحركت والأمن بجميع فروعه تحرك، عام وخاص وسياسي وقومي، وأقسام الشرطة تحركت والداخلية تحركت والدفاع تحرك. بركاتك يا مجلس الأمن، أنت ما بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي. جميع فرقاء المؤسسة العسكرية فرقة وحرسا ونجدة وشرطة، كلهم اجتمعوا وتهيكلوا في بوتقة أمنية واحدة، وحملات تفتيش دقيقة على الأسلحة والمطلوبين أمنيا، ومنع المواترات من التجوال، وتفتيش وسائل النقل من أكبر نقل بري حتى أصغر سيكل. بركاتك يا مجلس الأمن، أنت ما بتجيش لي. وعشمنا يا مجلس الأمن أن تلبوا لنا خدمتين: الأولى
وهي أن تزوروا بقية العواصم كتعز وعدن وذمار وغيرها لتحل بركاتكم عليها وتستيقظ الأجهزة الأمنية من رقدتها. الثانية تقنع الدول المانحة بالوفاء بما تعهدت من منح ووعود اقتصادية، وأنتم سيد العارفين أن اليمن وضعها أسوأ من الصومال. بركاتك يا مجلس الأمن، أنت ما بتجيش لي مش تبقى. يعني هذا اقتباس من المسرحية لعادل إمام. يمكن الحديث حول الرسائل التي يريد توجيهها أحمد غراب الكاتب الصحفي الساخر. ما هي الرسائل التي يريد توجيهها أحمد غراب؟ والله الأستاذ أحمد غراب هو كاتب بارع ورائع جدا في كتاباته، وهي جن النقد، فهو هناك إشارة إلى أنه إذا كان الطرف الآخر يستخدم مسرحية الزعيم بالنسبة للسخرية من المشير علي عبد الله صالح، فهو يقدم الآن مدرسة المشاغبين، وفيها إشارة مبطنة بأن الأخوة الممثلين مثلا المتحدة كمدرسة المشاغبين أنه هناك قضايا كثيرة مجلس الأمن لم يبت فيها، مثل القضية الفلسطينية وغير ذلك وكثير من القضايا الشائكة في دول العالم. الجانب الآخر هو يطلب يقول بدلا من التلويح بالعصا والكل، أنه لماذا مجلس الأمن لا يعالج مسألة الدول التي قدمت منح ومعونة اليمن، لماذا لم تفي بالتزاماتها؟ وهذا من جانب. الجانب الثاني أنه الأمن لماذا لا يتم تثبيته وحركته ونشاطه بالشكل المهول الذي عليه إلا فيما يتعلق بالأمم المتحدة أو من يمثلها، بمعنى أن هناك خصوصية تنفرد بها الأمم المتحدة وأنها بسطت نفوذها في هذا الإطار في كل أنحاء العالم. لماذا لا يكون وفي ذلك أيضا ملامة واضحة أو نوع من اللوم على اليمنيين، لماذا لا تكون حالة اليقظة دائمة وأبناء البلد أولى بهذا الاهتمام من الناحية الأمنية ومن ناحية معالجة كافة القضايا والمشاكل التي تمسهم، إضافة إلى تركيزه. وأنا ألمس أنه ركز بجانب رئيسي على المسألة الاقتصادية التي طالما أشار إليها الأخ المشير عبد الرب منصور هادي في كلمتها اليوم، وأشار إليها في كلمتها في نيويورك. وأنت تدرك أن المسألة الاقتصادية أخذت 3 مسارات، سواء في نيويورك أو في مؤتمر الاقتصاديين بالرياض أو في دول المانحين في لندن، وكلها لحد الآن لم تخرج إلى حيز الواقع. لكن إنه الأمل يظل معبود، ونتمنى من الأخوة مجلس الأمن ومن خلال وفدهم المتواجد في اليمن أن يسعوا عن كثب إلى الضغط. إذا كان فعلا عصى الأمم المتحدة فأن تبدأ بالضغط على الدول المانحة وتقديم عليها من التزامات اليمن، ولا تظل قاصرة على ظاهرة إعلامية فحسب. طيب، بالانتقال إلى الوضع العربي والإقليمي، يمكن الحديث حول في موضوع آخر. هنالك تطورات كثيرة في مصر، خصوصا بعد المجازر التي حدثت في بورسعيد، وبالتأكيد راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى. برأيك كيف تقيم هذه التطورات على الساحة المصرية، وما هي النتيجة التي يمكن أن نتوقعها في النهاية؟ نحن نرى أن وضع الأخوة في مصر هم في وضع لا يحسدون عليه. في هذا الإطار، هذا يشير إلى أن الرئيس بورسي وجماعة الأخوان لم يتمكنوا من السيطرة على كل ما يمكن أن نسميها على كل المواطن التي أو مواطن الحكم أو صناعة القرار في للتمكن من التملك في السيطرة على الوضع في مقاليد الحكم بشكل كامل في جمهورية مصر العربية. المسألة بالنسبة للأخوة المصريين لا تعدو كونها لا تزال كثير من الخيوط بأيدي القيادة السابقة، لم يتمكن الأخوان من تخطي هذه العقبة، وهناك ظهور واضح لحالة من الفشل الذريع لكثير من قيادات الأخوان. إضافة إلى أنه كثير من القواعد الشعبية الموجودة في جمهورية مصر العربية لا زالت مرتبطة بمصالحها وأنشطتها بقيادات النظام السابق وفي النظام السابق بسلوكياته وقوانينه بشكل عام. التغيير سيأخذ في هذا المنحى وقتا طويلا، وأعتقد أنه لن يستمروا كثيرا
مرسي والأخوان المصريين في مصر بهذا الحل، لأن المصريين إذا استمروا على هذا النحو فالأمور ستزداد سوءا ورداءة وتراجع إلى الخلف. ولكن أنه نعتقد في الوقت ذاته بأنه المصريين هم لديهم قدرات غير عادية لتنظيف كل الشوائب الموجودة والعالقة في الإطار في المسرح السياسي المصري بشكل عام. طيب الآن ننتقل فقط إلى الفقرة الأخيرة وهي فقرة كاريكاتير وأبرز ما دولت الصحف من هذه الفقرة الجميلة، دعونا نتابع. إذن مشاهدينا انتهت الحلقة بهذا الشكل من برنامج الصحف اليوم، بالتأكيد أشكر لكم طيب المتابعة وأشكر ضيفي هنا الأستاذ يحيى نشوان على وجودك معنا في هذه الحلقة، كذلك أتوجه بالشكر إليكم أنتم مشاهدينا على حسن الإصغاء والمتابعة، نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الفائدة وحتى نلتقي في حلقة جديدة. إلى اللقاء.